أيما أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح كتاب تصميم قواعد البيانات. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نتطرق إلى المثال الثاني الخاص بمخطط الـ Entity Relationship Diagram وكيفية تحويله إلى جداول. لمن لم يشاهد هذا كيفية تصميم هذا المخطط موجود في أحد الفيديوين السابقين، كيفية تصميم المخطط الخاص بشؤون العاملين بناء على السيناريو الموجود في الفيديوهات السابقة. أوكي، قمنا في الفيديوهات السابقة بتصميم هذا المخطط الذي يحتوي كما تشاهدون الآن على عدد 3 كينونات 3 entities. لدينا هنا الانتيتي الخاصه باليونت التي قمنا بتسميتها يونت، على افتراض ان اليونت التي يمكن ان تمثل وحده او كليه او مؤسسه اداريه داخل الجامعه، وهذه اليونت يمكن ان تحتوي على اكثر من قسم، فاذا العلاقه ما بين اليونت وما بين الديبارتمنت هي 1 to many. ولدينا هنا الجدول الثالث والذي يحتوي على مجموعه كبيره جدا من الحقول، وهو جدول الامبلوي والذي يرتبط بقسم بعلاقة يعمل 1 من القسم وميني من الامبلوي. كما تلاحظون ان لدينا مجموعه كبيره جدا جدا من الحقول والتي موجوده او ترتبط بالانتيتي الخاصه بالامبلوي. اوكي، دعونا الان نقوم بالخطوه التاليه وهي تحويل الانتيتيز الى جداول. قمنا في بشرح او بعمل بعض الشروحات في الفيديو السابق بان كل انتيتي يجب ان يتم تحويلها الى ماذا؟ الى جدول. اذا لدينا الان 1 2 3 جداول، ثلاثة انتيتي سوف يتم تحويلها الى 3 جداول. العلاقات بين هذه الانتيتي هي علاقات 1 to many و 1 to many. اذا لا يوجد لدينا علاقه many to many، لان عند وجود علاقه many to many سوف نقوم بعمل جدول ثالث في المنتصف، الشيء الذي يغير العدد لكي يصبح عدد الجداول اكثر من عدد الكينونات. بينما هنا معظم العلاقات او العلاقتين الموجودتين هما علاقه 1 to many و 1 to many. اذا الناتج سوف يكون لدينا ماذا؟ جدول 2 3. اوكي، نبدأ على بركة الله. الجدول الأول الذي سوف يتم إنشاؤه هو ماذا؟ هو جدول الإمبلوي، جدول الموظفين، وهو لديه العديد والعديد من الحقول، ويتكون من المفتاح الأساسي وهو الـ NID الخاص بالإمبلوي. ولدينا الجدول الثاني وهو جدول الديبارتمنت، وهو يحتوي على ماذا؟ يحتوي على 3 حقول فقط. والجدول الأخير والمسمى به اليونت والذي يحتوي أيضا على ماذا؟ على 3 حقول. إذا الخطوة الأولى هي كانت تحديد الانتيتيز الموجودات في الـ ER diagram. أوكي، الخطوة الثانية هي تمثيل العلاقات ما بين هذه الجداول، حيث أن العلاقة ما بين اليونت والديبارتمنت هي علاقة 1 to many، بمعنى أن اليونت الوحدة الإدارية أو الكلية لديها أكثر من ماذا؟ من قسم. في هذه الحالة يتم إضافة ماذا؟ يتم إضافة اليونت اي دي والذي يسمى هنا الاي دي، وهنا قمنا بكتابة يونت اي دي حتى لا تكون اي دي بنفس الاسم البرايمري كي الخاص بجدول الديبارتمنت. هذا يسمى باليونت اي دي، هو مفتاح خارجي نستخدمه للربط ما بين الجدولين، فتصبح العلاقة بالشكل التالي، هي علاقة ماذا؟ علاقة 1 to many من اليونت إلى ماذا؟ إلى الديبارتمنت. كما لدينا أيضا العلاقة الأخرى وهي علاقة الديبارتمنت بالإمبلوي، وهي علاقة يعمل، وهي أيضا كذلك علاقة ماذا؟ علاقة 1 to many، حيث أن القسم الواحد يعمل به العديد من الموظفين. إذا نحن بحاجة إلى ماذا؟ نحن بحاجة إلى إضافة الديبارتمنت اي دي كمفتاح خارجي أو مفتاح غريب أو مفتاح أجنبي مهما اختلفت المسميات باللغة العربية، وهو الفورين كي، لتصبح العلاقة بهذا الشكل، هي علاقة ماذا؟ علاقة 1 to many.
وبهذه الطريقة نكون قد وصلنا إلى نهاية أو الشكل الناتج عن تحويل مخطط الـ ERP إلى جداول. طبعا لا تنتهي هنا عملية الجداول، أو لن نكتفي بهذا القدر من الجداول، حيث أننا سنقوم بتطبيق مفهوم يسمى بالتسوية أو النورماليزيشن على هذه الجداول. فبالإمكان بعد تطبيق هذا المفهوم أن ينتج لدينا عدد أكثر من الجداول، أن يصبح 5 جداول أو 6 جداول أو 7 جداول، لا نعرف، حسب تطبيق هذا المفهوم. ولكن لن يتم استخدامه الآن، لأننا نتدرج في توصيل الفكرة وفي شرح المفردات الخاصة بالكتاب، حيث أننا يجب أن نمر على عدة مفاهيم من ضمنها الريفرنشال انتجريتي والفانكشنال ديبندنسي، يجب أن يتم توضيحها، ومن ثم سوف نصل إلى ماذا؟ إلى مفهوم النورماليزيشن، ولنا عودة بإذن الله تعالى على هذا الشكل أو هذه الجداول لكي نطبق عليها مفهوم النورماليزيشن. إلى ذلك الحين نلتقي بكم في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.